الشام عبوس جيش الجنيرو دوم الإرهاب يا ليش نيرو السلام عليكم ورحمه الله. زف لون مرحبا بكم في قناه هشام عبود صحفي حر. وقبل ما نواصل نشوف فيريفي واش الميكرو راني مستعمل الميكرو تاع لا كاميرا. طيب مرحبا بكم إذن في قناه هشام صحفي حر. وكما تشوفوا العنوان الرئيسي يتعلق بمثول رجلين سياسيين معروفين الشيخ علي بالحاج وفتحي الغراس، واحد إسلامي واحد يساري، يعني الحزب يرغب فيه فتحي غراس حفيد الحزب الشيوعي الجزائري. نشوفهم في زوج اليوم مشوشين على الانتخابات الرئاسية في زوج في مواجهة، يعني هذو راهم متضامنين في مواجهة نظام واحد. ندخلوا ونتكلموا بكل التفاصيل في هذه الصحراء. وقبل منها راح نتكلموا على استعمال الدين في السياسة، ولكن الاخترا ماشي من طرف حزب سياسي وإنما من طرف النظام اللي قتل 250 ألف جزائري زعما يحارب الإسلام السياسي هو اللي مستعمل فيه. ما تشوفوه بصورة، يعني ما كان تشوفوه بصورة بصورة. راح نتكلموا ثاني على صحفي فرنسي من أصول جزائرية عرضوه في قناة الجزائر الدولية اللي تعتبر يعني حاجة رسمية وتعطي صورة الجزائر في الخارج. هذا الصحفي الفرنسي استعمل أسلوب العراية، هو يخدم في راديو مونتي كارلو في فرنسا، جالس يمشي بالعريه ومسكين على كل حال. لما كان يتكلم كان عنده أوريال في وذنه، يعني كان واحد يملي عليه. بعد تشوفوا في الصوره ملاو عليه وقال كلام صاب روحو، خسر الخدمه تاعو في فرنسا، حاوزو بالخدمه. قالو انت ماكش صحفي، يعني تعديت كل التصرف تاع عريان تاع الفوي، يعني فوي ما عندش بلاصتو في الصحافه. يعني طردوه اليوم، نشوفوا هو قدم ندم وقدم يعني اعتذار للمغرب والشعب المغربي وكذا، ولكن خلاص قالوا طفرت العريان يبقى عريان، فويو صار اسلام فويو. نتكلموا ثاني، راح نوريكم بعض الصور. هذا جزائر تبون والوعود تاع تبون، ونرجع إلى يوم بين تبون أدي القسم جدو نروب جزيرة كيشرة. مادام تكلموا على العراية وعلى الفويو، ثاني رايحين نتعرفوا على العريان الأمني والدبلوماسي هذا عبد النور خليفي. شوفوا مليح مليح، هاو نعاودو نجيبو صورة واحدة أخرى ديالو. سمعت؟ هاو أنا وهاو أنا في الدار. هذا مدابسي، هذا مدابسي الدبلوماسي. راح نعرفوكم عليه باش تعرفوه واش يكون السيد هذا. شوفوا الدبلوماسية الجزائرية شكون يقود فيها، باش تعرفوا يعني من يقود دبلوماسية الجزائرية. المهم قبل ما ندخلوا إلى
الموضوع تفاصيل مواضيعنا رايحين كما العادة نقدموا داخل التحيات لكل راهم يتابعوا فينا وكثير اخوان جدد راهم التحقوا بينا نشكرهم يعني عدد لي زابوني راهو في ارتفاع يعني نذكر انه مثلا البارح غير في فيديو واحد في فيديو واحد سجلنا الحمد لله على كل حال سجلنا 328 مشترك جديد في فيديو واحد يعني هذا هو عدد المشتركين بصفة عامة هو في ارتفاع الأرقام تقول أنه عندنا 4400 مشترك جديد خلال 28 يوم اللي مضوا خلال 4400 مشترك زادوا وهذا ما يعطينا 704,078 مشترك في القناة. إذن هذا باش نقول العصابة محاولاتها باءت بالفشل لأنه كان تعتيم إعلامي. نفس الشيء بالنسبة للموقع الميديترانية 24 ما شاء الله يعني في ظرف أسبوع الموقع خذا يعني انطلاقه قويه وطبعا كله يبقى مرهون باهتمام المواطن اللي يسمع. انا يعجبني الحال انه لما نتكلم المبيان الخليل لما نتكلم عن حقوق الانسان في الجزائر والانتهاكات وخرق القوانين عدد المشاهدة قليل بالنسبة للمواضيع الأخرى. الأيام هذه موضوع حقوق الإنسان راهو يجيب مشاهدة كبيرة ونزيد يعني نقول نرحب بالإخوان الجدد اللي التحقوا بينا منهم مراد أورلوج دريس عبيدي فليمار 95 نعم خويا فليمار إي نيبا جورناليست سي كرونيكور سي فري دايو نيبا كونو سي لا سان مراد أورلوج لو سون إينيكال وي خويا باسكو كافحنا مع العصابة إيزون تو في باش يكسرو إلا فالو كو نبدلو كاع لو كونت تاع ستريمياب نحبسوه نديرو واحد جديد باش ما تبقاش هاذيك الرواسب تاع الضربات اللي كانت دريس عبيدي يقول يا فرنج داريستاسيون اوغا بلو دو بريزوني اي بلوس دو بريزوني كو دو فوطون اي نعم وي هذا دايور لالجيري تي غروند بريزون لالجيري تي غروند بريزون وشوف مين اليوم راهم مدين عليه بالحاج فتحي غير الراس باش تهمينو بالتشويش على الانتخابات تشويش على الانتخابات نعطي راي يقول لك داير هذا صح انتخابات مزوره تسمى شوش انا نقول لك قاطع من حقي نقول الناس قاطعوا انت تقول الناس انتخبوا نقول الناس قاطعوا هذه هي الديمقراطيه تصور اذا كان جيت انايا زائر كما يقول لك راه تكلم في الجزائر كان تكلم في الجزائر راه مش نقولي يا حبيبي راه مش نقولي دونك ما تقولش علاش خرجت انا في الجزائر تكلمت وخرجت وعاود رجعت وزدت تكلمت على ما عليك كي نرجع نحن لا بقيت نتكلم تخرج مادام تخرجش تكلم نخرج وهذا يدل على أن العصابة تدفع في الجزائريين إلى المنفعة عن الجزائر عنده الخير بين المنفعة والسجن في الجزائر اللي حبيب يتكلم
اما تروح للنفا يا بقى نتكلم ونبقى نفضح فيك ما نخليكش تلعب وحدك فوالا على الاقل جي تومبيشي دو فير لا سيست ما خليش دير لا سيست هذا ما كان رقد على روحك نواصلوا تحياتنا لخونا حموش فراجي ويوسف فوكراش كل الاخوان هذوما جدد يتحقوا بنا ومرحبا بهم أغيلاس زوبيري سعيد صديق حسين بوداد نور الدين خونا فيتو كارليون جايا مونا دوروش بارك لي تروازوروش خونا ادم خالد رشيد زكري حميد باشا موس مدام كاتب بالعربية دون ميسيو لونسي انترينور ماذا تنتظرون من النظام الجزائري الذي قتل شعبه بمباركة فرنسا إلا الخراب والدمار وقطع الأرحام خلصتكم شخويا حميد بارك الله فيك تحية لي وكل الإخوة اللي راهم معنا وشوفوا لي زونسيا وين راحوا مصطفى تكماني إلى نخدر رجالي بونسوار بصوم ما شاء الله عبدي براهيمي رشيد سير جون بلون ما شاء الله 2033 العوبي مرزاق باب وليد بلوان صحة خوري تحوتي سمعونا نسلم على بعضنا لو بون من كاليفورنيا بيان سور و يا مصطفى لي مرة مصطفى الحماني حبط الداد محمد داري دارو بلاصة يوسف 28 مساء الخير وشكرا على يعني اقتراحك ليا يعني الاخ دار حاليا المحتوى في فرنسا قال لي أرواح تاخذ الزيت تاع بني ملال ربني عنده وإن شاء الله نروح لبني ملال وندي زيت من بني ملال وباش نشوف أهل بني ملال لأنهم يهدر عليهم غير الخير ويقول لك ناس كرم ولا بروف سي خونا يوسف أروا منهم رنا من المدينة وعبد العزيز فوزاير وعمر أفلالي وحميد ترفا لا فيي غارد مرحبا بكم محويك اش الور حياك الله من باب الواد موح صح خويا دونك مام خويا تاع بيساندي وتاع الحراش وليلى خمري وانا شاطون مهني شايفها اليوم اسي ليلى لهنا مهدي الكيرو الور سي بريز بار لا فيت دو مارياج ما نياس مي توجور فيدال Oui, donc nos voeux de bonheur pour votre nièce et l'heureux élu. Maintenant, on doit trouver ta facile. Quelle est-ce qui est dans le cas de ton collège de Yannouk, ta dame à Nash? Eh bien, c'est ça, c'est qu'on se sent en famille, Hanaya. Voilà. Au bain de l'isine, Yanni, comme il est le cas, Binatna. بالإضافة إلى مصداقية وإلى قول كلمة الحق نجيب الغنية تاع لاكومبا تاع العلم الانتخابية هيا نبداو نسمعوها ولا يا حراج شادين فروسكم بالخلعة خفتوا الشعب يعمل بدعة يقلب عليكم القصعة جبت دراهم ما قوقو به الشعب تشريه وتصوقو يوفاقو بكم ومرقو تبعوهم من الخوانة المنافقين والجبانة حب تزاير عندهم خانة يشهدوا تحت السيف دراع يطلبوا الفيستا في ساع النفاق عندهم في النخاع إلى الدو هاد العهدة ما بقات في تزاير قاعدة تتباع في سوق الخردة فطنوا يا لاجناس ولينا عرت الجناس قولوها
افطر لا يا راجل ناس بحال لازم نقولهم هذا الوقت خلاص لازم تخلص عليهم. ندخل اذا الى صلب الموضوع بعد اجل الموضوع الرئيسي ديالنا.